بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الان عندنا تجميع الملفات، عندك 32 ملف في اللعبة. اول ملف تلقاه معك في الاغراض، تلاقيه معك في الاغراض الين النهاية حتى تجمع. اسم الملف شبني احط لك فوق على اليسار اللي هو بريد الكتروني من 100، هذا اسم الملف. التكست اللي تحت هذا الموقع حق الملف وين تحصل وكذا. طبعا الملف الثاني تلاقيه في منزل الضيوف B1 قبل تساعد 100 من الحبس. الملف هنا موجود على الطاولة اللي جنبها أداة القطر، طبعا هي وجه وقفاء. الوجه يعتبر ملف إذا قريته، والظهر يعتبر وجه ثاني إذا قريت، يعني اقرأ الوجه والظهر الاثنين. الآن شوف، أول ما تحصل على البطاقة الحمراء والبطاقة الزرقاء، أبيك تركز معي شوي هنا. أول ما تحصل على البطاقة الحمراء والبطاقة الزرقاء تكون وقتها قتلت الوحوش، فتحت الأبواب المقفلة كلها وقتلت جاك ومارغريت وزي كذا. حلو، فراح يجيك اتصال في الردهة الرئيسية. الاتصال هذا من لوكاس، أوكي؟ فأنت تفضل منطقة من الوحوش عشان تاخذ راحتك. وبعدين شف، بعد الاتصال هذا ارجع إلى منطقة الطعام، المنطقة اللي في البداية اللي كانوا العائلة يتعشون فيها ومربطينك. حلو، ارجع للمنطقة ذيك بعد الاتصال وابدأ كمل تجميع من هناك وبس. Hey buddy, remember those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. الآن بعد ما ترجع منطقة الطعام نكمل تجميع. الملف الرابع تلاقيه على الجدار قدامك كما هو واضح. اللي بعد اللي هو الخامس في غرفة المعيشة، الجرائد اللي على الطاولة موجود واضح أمامك. السادس في الردهة الرئيسية، هذا أكيد أنكم عرفت الردهة الرئيسية وعرفت مكانها وكل شيء. شوفها موجود الآن في جانب الساعة. السابعة تلاقيها فوق في غرفة الاستجمام، طبعا التكست اللي تحت واضح يوضح لك كل شيء، فأنت مش على التكست. وشفني فوق يسار اكتب لك عنوان الملف نفسه عشان بعدين تعرف لي ناقصك وش وكذا، بس ما راح تضيع اذا مشيت معي. المهم نكمل. السابع زي ما قلت لك تلاقيه هنا، الثامن برضه في غرفة الاستجمام على الطاولة هنا جنب العروسة، التاسع داخل غرفة الجدة اللي هي غرفة العقرب، تفتحها مفتاح العقرب، غرفة الجدة هذا التاسع. العاشر برضو جنبها داخل الدرج، الاثنين هذي مع بعض. اللي بعده دفتر يوميات لوكاس، تلاقيه في غرفة الاطفاء على الطاولة، تشوف امامك واضح اول ما تدخل على يسارك. الملف اللي بعده برضو في نفس الغرفة، الملف اللي بعده رقم 13، تطلع تروح تدخل غرفة النوم الرئيسية. شوف التكست اللي تحت مرة مهم يا شباب، مهم يوضح لك الأماكن وكذا. غرفة النوم الرئيسية على الكرة الأرضية هذه التمثال. اللي بعدها 14، بعد ما تدخل باب العقرب اللي تحت في الردهة الرئيسية، بعد ما تدخل معه تكمل وتدخل غرفة الحفظ هذه. غرفة الحفظ تلاقيه في الدرج، طبعا هذه وجه وقفا يعني ملفين اللي هي 14 و15، وجه وقفا قرأت اثنين مع بعض. اللي بعدها رقم 16 موجودة في غرفة المحرقة اللي هي في منطقة العمليات، يوم تنزل هنا مع الدرج تكون انت الان الخريطة في منطقة العمليات، تلاقيها في غرفة المحرقة. الخريطة جدا مهمة انك تمشي على الخريطة وتشوف الكلام اللي انا اكتبه لك تحت عشان تعرف. وزي ما قلت لكم اهم شيء تبدأ تجميع بعد ما تحصل على البطايق عشان تاخذ راحتك والبيبان مفتوحة. الملف رقم 17 يوم تطلع للفناء تروح للمقطورة تلاقيه في الثلاجة. هذا 17 اللي على راس نائب المأمور، هذا هو 17.
18 جنب الثلاجة على طول. 19 فالمنزل القديم، تروح المنزل القديم عند باب الغراب هذا اكيد تعرفونه، هنا جنبه واحدة، وبعد ما تدخل مع الباب قدامك واحدة اللي في الحقيبة، واللي بعدها موجودة برضه هنا جنب المزهرية داخل الغرفة هذه الفاضية اللي فيها بيان وكذا، يعني ثلاثة هنا مع بعض في المنزل القديم. الآن ادخل مع باب البطايق، البطاقة الحمراء والبطاقة الزرقاء، وكمل تجميع. الآن تكمل تجميع، رقم 22 موجودة في منطقة الراحة مع الجثة المحروقة على الكرسي، شوفها أمامك هذا. اللي بعده ركز معي، بعد المشهد ذا بالضبط، بعد المشهد هذا اللي أمامك ابدأ كمل تجميع، اللي هو بعد مشاهدة شريط الفيديو الأخير. بعد المشهد ذا يجيب فيديو زي هذا اللي أمامي، بعدها كمل تجميع ومش معي على الطريق اللي أنا ماشي عليه. الآن تبدأ تكمل تجميع بعد المشهد. رقم 23 تلقاه في الحقيبة قدامك في نفس المكان اللي مات فيه آل. 23 قصدي 24، بعد ما تفتح الفتحة ذي باستخدام الحديدة، تجيب الحديدة وتفتح المكان ده، تنزل، أول ما تنزل تلاقيها على يمينك في نفس المصعد، تلاقيها ملصقة على الجدار، شوفها أمامك جنب الأزرار، هذه هي 24. 25 على طول أطلع الدور توقف، شوف أنا كلها جايبة لك في لقطة واحدة بدون ما قص. 25 داخل غرفة الضيوف هنا، هذه 25. 26 ترجع تنزل للدور 1F، يعني تنزل تحت، فالحين اوريك اول ما تنزل من وين تحصلها اذا نزلت. 26 بعد ما تنزل تحصلها في الغرفة اللي جنب غرفة المبيت، اذا شفت الخريطة تلاقيها جنب غرفة المبيت، هذه هي رقم 26. رقم 27 اللي بعدها في غرفة المبيت، داخل غرفة المبيت جنبها على طول فوق السرير، هذه 27. 28 طبعا بعد ما تطلع من السفينة وتروح تكمل تبعد عنها توصل لمنطقة اسمها منجم الملح، طبعا بعد السفينة تكون وصلت المستنقع، بعد المستنقع تكون وصلت منجم الملح. منجم الملح تلاقي آخر خمسة هناك. اللي هي هذه 28، تسعة وعشرين بعد ما تفتح الباب تحصلها بوجهك، المنطقة دي اسمها مساحة التخزين، هذه 29. طبعا عادي لو قريت اول صفحة من الملف مو شرط تقرا الصفحات كاملة، اذا قريت بس صفحة واحدة ينحسب لك عادي. المهم رقم 30 شوفها موجودة داخل الشنطة، بعد ما تفتح الشنطة تحصلها. هذه هي 30. 31 شوفها موجودة في نفس الغرفة على الطاولة في نفس المكان، هذه 31. وزي ما قلت لكم مو شرط تقرأ الصفحات كاملة عادي، إذا قريت الصفحة الأولى ينحسب لك. هذه 31. 32 والأخيرة في الطاولة الثانية تلاقيها زي ما تشوف أمامك. وأتمنى الشرح كان واضح، وألف مبروك للجميع، والله يحييكم، المجتمع حقي، تنورون كلكم.